نستفيد مما تقدم أن المسلم ينبغي أن يقف دائما مع الخواطر التي تأتي في قلبه والخطرات التي تجول في نفسه، ويدرسها. كل ما يأتي خواطر ينظر فيها ويجتهد في تمييزها، أهي من لمة الملك أو من لمة الشيطان؟ لأن لمة الملك فيها حمد على النعمة، ولمة الشيطان فيها تعوذ. فيحتاج الإنسان دائما ينظر في الخطرات التي تأتي في قلبه ويمعن النظر فيها بعين البصيرة وضياء العلم ونور الحق والهدى. فإن تبين له بهذا النظر أنها من الملك، أنها من الملك، حمد الله عز وجل وماذا فعل؟ وأمضى هذا الشيء، فعله وأمضى هذا الشيء، يحمد الله على هذا التحرك الطيب في قلبه للخير. يعني مثلا شخص وجد نفسه من نفسه إقبالا على التبكير لبيوت الله، أو الاتجاه لحلقة علم، أو لجلوس لبعض الوقت يقرأ القرآن، أو شيء، يحمد الله أن قلبه تحرك بهذه المعاني الطيبة، ثم يمضي هذا الشيء، يبادر إلى فعل هذا الشيء الذي تحرك في قلبه. وإن تبين أنه من الشيطان تعوذ منه وتوقاه، تجنبه. ولهذا كما قدمت، من النافع في هذا الباب أن يعرف العبد الضوابط التي يميز بها بين لمة الملك ولمة الشيطان. ومن أحسن من وقفت عليه في تفصيل العلامات وبسطها، وهذا البسط مهم جدا في فقه هذه المسألة، الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابين، في كتاب مدارج السالكين وفي كتاب الروح. وأنقل لكم كلامه رحمه الله تعالى بتمامه لأهميته. النقل الأول من كتابه الروح، يقول رحمه الله: الفرق بين إلهام الملك وإلقاء الشيطان من وجوه، منها أن ما كان لله موافقا لمرضاته وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم فهو من لمة الملك، وما كان لغيره غير موافق لمرضاته فهو من إلقاء الشيطان. ومنها أن ما أثمر إقبالا على الله وإنابة إليه وذكرا له وهمة صاعدة إليه فهو من إلقاء الملك، وما أثمر ضد ذلك فهو من إلقاء الشيطان. ومنها أن ما أورث أنسا ونورا في القلب وانشراحا في الصدر فهو من لمة الملك، وما أورث ضد ذلك فهو من الشيطان، ليحزن الذين آمنوا. ومنها أن ما أورث سكينة وطمأنينة فهو من لمة الملك، وما أورث قلقا وانزعاجا واضطرابا فهو من الشيطان. فالإلهام الملكي يكثر في القلوب الطاهرة النقية التي قد استنارت بنور الله، فللملك بها اتصال، وبينه وبينها مناسبة، فإنه طيب طاهر لا يجاور إلا قلبا يناسبه، فتكون لمة الملك بهذا القلب أكثر من لمة الشيطان. وأما القلب المظلم الذي قد اسود بدخان الشهوات والشبهات
فإلقاء الشيطان ولمه به أكثر من لمة الملك. انتهى من كتاب الروح. وقال رحمه الله في كتابه مدارج السالكين: ومن الفرقان أيضا أن كل وارد يبقى الإنسان بعد انفصاله نشيطا مسرورا نشوانا فإنه وارد ملكي، وكل وارد يبقى الإنسان بعد انفصاله خبيث النفس كسلان ثقيل الأعضاء والروح يجنح إلى فتور فهو وارد شيطاني. ومن الفرقان أيضا أن كل وارد أعقب في القلب معرفة بالله ومحبة له وأنسا به وطمأنينة بذكره وسكونا إليه فهو ملكي إلهي وخلافه بخلافه. ومن الفرقان أيضا أن كل وارد أعقب صاحبه تقدما إلى الله والدار الآخرة وحضورا فيها حتى كأنه يشاهد الجنة قد أزلفت والجحيم قد سعرت فهو إلهي ملكي وخلافه شيطاني نفساني. ومن الفرقان أيضا أن كل وارد كان سببه النصيحة في امتثال الأمر والإخلاص والصدق فيه فهو إلهي ملكي وإلا فهو شيطاني. ومن الفرقان أيضا أن كل وارد استنار به القلب وانشرح له الصدر وقوي به القلب إلهي ملكي وإلا فهو شيطاني. ومن الفرقان أيضا أن كل وارد جمعك على الله فهو منه، وكل وارد فرقك عنه وأخذك عنه فمن الشيطان. ومن الفرقان أيضا أن الوارد الإلهي لا يصرف إلا أو لا يصرف إلا في قربة وطاعة، ولا يكون سببه إلا قربة وطاعة، فمستخرجه الأمر ومصرفه الأمر والشيطان بخلافه. ومن الفرقان أيضا أن الوارد الرحماني لا يتناقض ولا يتفاوت ولا يختلف، بل يصدق بعضه بعضا والشيطان بخلافه يكذب بعضه بعضا. انتهى من مدارج السالكين.